حياكم في هوية، وهذا الحوار الذي يجمعني بسعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. مرحبا بك سعادتك. يا أهلا وسهلا صفية، سعيدة جدا أن أكون وياك اليوم. الله يسعدك. أول انطباع في الكونغرس العالمي للإعلام شو كان؟ فخر أكيد، لأن مثل هذه الفعاليات ومثل هذه المبادرات ترفع اليوم من نجاح دولة الإمارات في أي إمارة كان، سواء كان اليوم في أبوظبي، من شهر في دبي، قبلها في نفس الوقت كان في الشارجة. فعندنا فعاليات إعلامية الحمد لله اليوم في كل إمارة من إمارات الدولة تعطي الانطباع والتأكيد على أن مكانة دولة الإمارات كمركز إعلامي رئيسي في المنطقة مهم جدا. وجود اليوم هذا المعرض الكبير الذي يصاحب المؤتمر، أعتقد هذه إضافة جديدة لمؤتمراتنا ومنتدياتنا الإعلامية. دائما هي منتديات عبارة عن حوارات وعن نقاشات أو ورش عمل أو جلسات جانبية أو فعاليات مصاحبة. اليوم عندنا معرض كبير مهتم بالإعلام بالقطاع الإعلامي، هذا ما شفناه قبل. هذا أنا بالنسبة لي إنجاز جديد يضاف لنجاح دولة الإمارات وتميز لإمارة أبوظبي عاصمتنا الحبيبة. كذلك موضوع الابتكار وربط أيضا هذه القيمة الإعلامية بقيمة التسامح والإنسانية والتعايش، كل ذلك يعني أكيد يترجم رؤية دولة الإمارات ككل للإعلام. وجود بعد صفية يعني وجود بشكل يعني واضح الإعلام الأجنبي بصورة واضحة، وأنا أتكلم الأجنبي ما أتكلم عن الإنجليزي، يعني شفنا من دول مشاركة من أفريقيا، شفنا من أمريكا الجنوبية، شفنا من أوروبا، كل هذه المشاركات اليوم يعني بنطلع من خلالها بأن اليوم دولة الإمارات دولة متسامحة تستضيف الجميع، تعطي الفرصة للجميع في النقاش والحوار. نحن اليوم يعني يمكن من خلال هذه المنصة الكبيرة والعميقة أيضا في المحتوى نستطيع من خلالها أن نؤكد أن الشعب متسامح، بأن عندنا عمق في الطرح، ويعني تغيرين مفاهيم كثيرة مأخوذة عنا إحنا كعرب وكحتى خليجيين وكإماراتيين. كنا نسافر أن إحنا نغير هذه المفاهيم. اليوم عندنا منصات تجتذب، هي اللي تجيب الناس وهي اللي تستقطبهم بدون ما احنا نعمل حتى كثير من الجهد ان نجيبهم. هم يحبون يشاركون، هم يسجلون للمشاركة. فأنا اعتبر هذا انجاز. اليوم قابلت ناس كثير اول مرة اقابلهم، متعودين على نفس الشخصيات. في هذا الحدث هناك وجوه جديدة انضافت لي علاقاتنا، انضافت الى الكونتاكت مالنا. يعني اليوم احنا بنينا علاقات جديده، فهذا بحد ذاته انا اعتبره نجاح وتميز اختلف عن باقي المنتديات او باقي الوجود، وايضا وجود الاخوان المنظمين سواء من نادي دبي للصحافه او من الشارقه للاتصال الحكومي. يعني وجودهم في هذا الحدث و تقديم أيضا يعني حضورهم، أنا أعتقد هذا هو يغير مفاهيم كثيرة. دائما انطباع أن في تنافس، إحنا ما عندنا تنافس، إحنا عندنا تكامل، إحنا عندنا بالعكس نكمل بعض. اليوم هذا يعني هذه فعالية عالمية، إحنا عندنا على مستوى دبي فعالية عربية، على مستوى الشارقة أيضا مركزين في الاتصال الحكومي. يعني وقلت أنا هذا الكلام قبل وأكد اليوم، لأن نبغى نغير مفهوم موجود للأسف حتى في محيطنا العربي، أن كيف في تنافس بين دبي وأبوظبي والشارجة. ما في تنافس، في تكامل، في جهود موجودة، وفي بالعكس أنا أعتقد كل جزء يكمل الآخر ويضيف للآخر. وجودنا اليوم أكبر دليل على أن إحنا بالعكس فريق واحد، وهذه يعني مش فقط في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو حتى في الحكومي، ولكن أيضا في القطاع الإعلامي المهم جدا. وإن شاء الله في يعني الأيام أو يعني المرحلة القادمة بيكون هناك في تعاونات إعلامية بين مؤسساتنا الإعلامية المحلية اللي كنا ننتظرها من زمان، السنة بنشوفها أو يعني خلال فترة قريبة بنشوفها على أرض الواقع. يجب أن نتعاون أيضا على المستوى الإعلامي المحلي، نكون قوة إعلامية واحدة، نعطي الانطباع ان احنا دولة
فيها توجه واحد وفيها رسالة واحدة. يمكن هذا لاحظناه بعد يعني صفية في أزمة كورونا، أنه كان في توجه واحد، رسالتنا كانت واحدة، خطابنا كان واحد، محتوانا كان قوي وواحد. اليوم المفروض مش فقط الأزمات اللي تجمعنا، ولكن أيضا حتى النجاحات يجب أن تجمعنا، وأنا هذا الشيء سعيدة فيه لأن هذا النجاح جمعنا بفخر وباعتزاز بهذا الإنجاز. تشكلت هوية إعلامية إماراتية موحدة من خلال هذا الأمر، لكن كذلك لا تزال هناك تحديات، وهي ليست محلية فقط، هي عالمية. حضرتك تطرحين هذا الموضوع، تتكلمين عن التحديات وتتكلمين عن الفرص كذلك. بالنسبة لك ما هي أهم التحديات اللي يواجهها الإعلام اليوم؟ والله تحديات كبيرة، بس إحنا لازم ننظر لها كفرص. يعني دائما أقولهم ما في تحدي ما يخلق فرصة. يعني تحدي مثلا تراجع، خلنا نقول التمويل في المؤسسات الإعلامية. إحنا كدولة الإمارات ما نواجه هذا التحدي، لأن تمويل المؤسسات الإعلامية يأتي من الحكومة، ولكن كيف اليوم نحصل اليوم حتى كإعلام إماراتي فرص للاستثمار في مؤسسات إعلامية خارجية، في مؤسسات إعلامية ممكن تنهار ولكن إحنا ممكن نعيد يعني قوتها، وتكون أيضا امتداد لنجاحاتنا على مستوى المنطقة. ولما أتكلم عن هذه المؤسسات ما أتكلم عن مؤسسات كبيرة وميزانياتها ضخمة، ممكن يكون الاستثمار في اللي هم ستارت أبس أو الشركات الناشئة. يعني احنا اليوم في مكان يعطي الفرصه ايضا ل يعني نشوف هذه الشركات موجوده اليوم هني في هذا المكان اللي تحتاج دعم. المفروض هذه فرصه لنا، يعني كل هذه المعطيات اليوم تعطينا فرص اكثر كاعلام محلي. التعاون مثل ما قلت قبل، يمكن كوفيد كان أزمة، ولكن فتح لنا أيضاً فرصة أن نبتدي نفكر في الديجيتال ميديا أكثر كمؤسسات إعلامية. عندنا اليوم بنية تحتية قوية جداً كمؤسسات إعلامية في دولة الإمارات. كيف ممكن أن نسخر هذه البنية التحتية لمشاريع جديدة؟ اليوم عندنا كل الشركات اللي تعنى بالإعلام الرقمي أو الجديد، من جوجل إلين أمازون إلين متى، كلهم موجودين هنا يعني في دولة الإمارات، مراكزهم الرئيسية في المنطقة في دولة الإمارات. كيف نبني شراكات جديدة؟ كيف نوثق هذه العلاقات من خلال مبادرات جديدة؟ أنا أعتقد هذا كله يعطينا فرص جديدة، ومش فقط لإعلامنا المحلي، حتى للإعلام العربي. اليوم الإعلام العربي بحاجة إلى دعم. دولة الإمارات عودتنا من مبدأ التسامح، من مبدأ التعاون أو الشراكات، أن أيضا يعني نقدم الخبرات، نقدم الدعم للمؤسسات الإعلامية على مستوى المنطقة العربية. جميل جدا فكرة أن الإمارات تصدر أيضا هذه الموهبة، تصدر هذه المهارة وهذا الفكر الاستثماري في مجال الإعلام وصناعة الإعلام. الابتكار دائما أشعر أنه أقرب للجيل الأحدث، أو يعني هل ترين أن فعلا الابتكار فقط يرتبط بالجيل الجديد من صناع المحتوى والإعلاميين، ولا تشوفين أن أيضا من اللي سبقوا في هذا المجال قادرين على أنهم يخطون هذه الخطوة؟ كل يوم أنا أعتبر في درس، لازم كل يوم يمر علينا يكون في درس جديد، سواء كان في التكنولوجيا. يعني أنا إذا اليوم ما قبضت، أنا شخصيا اليوم موبايلي إذا ما نزل تيك توك ببتعد عن اليوم بناتي شو يشوفون، سواء كان لأمور بصراحة يعني أنك أنت جزء من مجتمع متطور جدا لتكونين قريبة من الواقع اللي يعيشون أجيال القادمة، أو لمعرفة ما يحدث. يعني لازم أني أنا يكون عندي حساب تيك توك وأنا أنزل ولا، بس على الأقل أكون متابعة. فأكيد الجيل القادم مختلف في المعطيات، في اللي بيه أيضا بصورة أكثر. اليوم أنا يمكن لو أنا أدخل وياهم، ولكن أنا أحتاج إلى وقت أكثر أني أنا أعرف شو كيف التعاطي مثلا مع لعبة مثل لعبة روبلوكس. أعرفها أنها لعبة يعني، لكني دخلت عشان بنتي الصغيرة اللي عمرها 6 سنوات تلعب روبلوكس، فأبغي أدخل وياها ألعب وياها على أساس أني أنا ما أخلق فراغ عندي أنا، مش عندهم هم. أنا هذا الفراغ إذا خلقت اليوم معناته أنا لن في يوم من الأيام ما بستطيع أني أتفاهم معاهم. وهذا جيل خلاص يبدو أنه تمرس على الميتافيرس من خلال الروبلوكس وغيرها. يعني أنا بقول لك بنتي صفية عمرها 6 سنوات تقول لي، يوم أقول لها شو بتكونين، تقول لي بكون جيمر.
تبغي تلعب. صح، هذه أحلامهم. فهذا المستقبل اليوم، الفيديو جيمينج، الميتافيرس، هاي الأشياء. إذا اليوم إحنا وإحنا ما كنا من هذا الجيل ولا كنا نعرفه، ولين اليوم يمكن ما نعرفه، بس لازم ندخل نفسنا ولازم نتعلم، لأن كل يوم ممكن تتعلمين لو شيء بسيط، لكن يعني هذا الشيء البسيط حتى لو بالمتابعة مثل ما قلت، مو بلازم أني أنا أكون جيمر، ولكن أني أنا أدخل وأعرف شو الجيمينج، مطلع على هذه. أنا اليوم أقدر أني أنا ما أعرف ألعب جيمز، لكني أنا عارفة شو اللي موجود اليوم، عارفة اليوم أني أنا محتاجة كمسؤولة أني أعزز قدرات وكفاءات شابة، أني أنا أبني أو أجعل من دولة الإمارات مركز للألعاب الإلكترونية من خلال استقطاب يمكن أكبر الأحداث. هذا اليوم بإيدي أنا، لأني مسؤولة في هذا القطاع. لكن هل أنا اليوم لازم ألعب جيم عشان أكون؟ لا، ولكني متابعة وعارفة أن هذا هو المستقبل، وأن هذا لازم يعني هذا لازم أن أكون حاطة فيه على الأقل مثل ما يقولون بنية رئيسية وتحت فاونديشن، أن الشباب يكملون أو يبتدون صح. سؤال أخير سعادتك، الإعلامي الكلاسيكي، التلفزيون، الصحافة المقروءة كلاسيكياً، انتهوا أو تحسين أن تطوروا؟ تطوروا. يعني أنت اليوم تأثيرك على السوشيال ميديا صح ولا لا؟ ما بقول أكثر عن تأثيرك، أنت ما شاء الله إنسانة مثقفة، برامجك قوية، ولكن تأثيرك اليوم وصوتك على السوشيال ميديا يصل لشريحة أكبر، فهذا تطور. أنا اليوم الكاتب اللي يكتب مقال، الجريدة ممكن توصل ل 100,000 خلينا نقول، ولكن إذا كان عنده حساب مقالة يوصل ممكن ل 3 مليون أو أكثر. في برامج كثيرة دولة الإمارات سواء كانت هي مبادرة بإطلاقها أو أيضا تستقطبها من العالم، سواء كانت تعليمية أو تدريبية أو تطويرية، مع شركات عالمية ومع جامعات عريقة ومع جامعات محلية لتطوير الكفاءة الإماراتية. أنا أعتقد هذا بحد ذاته نجاح ويعني وإنجاز يجب أن نفخر به، أن بيطلع جيل يعني أول مرة يمكن يكون في جيل يتعلم أساليب مثلا الفيديو جيمينج في جامعاتنا. هذا الشيء ما كان موجود قبل، كيف الواحد ممكن يتعلم ديجيتال ميديا؟ هذا ما كان موجود. صحيح. فأنا حتى جامعاتنا اليوم يجب أن تواكب التطور اللي جالس يصير. فإذا ما كان هذا التطور يعني محصور فقط على صفية كمذيعة، أنا أعتقد حرام، ظلم للشخص وظلم للمعطيات اللي عنده، لأن هذا الشخص يحتاج كل هذه المعطيات حتى يقوي كفاءته، خبراته، يطور من نفسه. ويعني أنت من الوجوه اللي نفخر فيها صفية، ويمكن يعني المؤثرة، واليوم أصبحتي بالإضافة إلى التأثير صانعة محتوى مثل كثير صراحة اليوم موجودين. هذا فخر. أنا لما أشوف الإماراتيين يصنعون المحتوى بأنفسهم، ويعني مثل هذا البودكاست، هاي صناعة محتوى. صحيح، مثل أشياء ثانية كثيرة. فلسفة الربط بين الإعلام والتأثير الآن مثل ما تفضلتي حضرتك أيضا مهم أن نحن نحملها معنا دائما عندما نقوم بأداء مهامنا. سعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، شكرا لك، نورتينا. صبية شكرا وايد. We'll be right back.